كيجوان عاملين ايه؟ يلا بينا نكمل بقيه حروفنا مع الحركات القصيره بتاعتها ونعرف اصواتها وكانت ايه وصوتها عامل ازاي وجمالها. اول حرف معايا حرف ايه؟ حرف الفاء. حرف ايه؟ فاء. حرف ايه؟ فاء. طيب حرف الفاء اتفقنا ان هو صوته ف ف ف ف ف ف. طيب تعالوا نشوف مين اصحابه اللي معانا. اول صوره معايا صوره مين؟ فراوله. 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 سمعت صوت حرف الفاء وهو مفتوح. فراوله. فاء فاء فاء. يبقى حرف الفاء جه في راسه الفتحه بقى صوته فاء. فاء. فراوله. برافو عليكم. طب يلا بينا نكتب حرف الفاء. حرف الفاء بيتكتب ازاي وهو يبقى في اول الكلمه؟ دايره صغنطوطه عندها رقبه صغيره خالص وفرده ايديها ماسكه ايد الحرف الثاني. وبعدين عندها نقطة واحدة. عندها نقطة ايه؟ واحدة. وحط فوق راسها الفتحة. يبقى حرف الفاء لما جه فوق راسه الفتحة بقى صوته فاء. فاء. فراولة. برافو عليكم. يلا بينا نشوف مين صاحبنا التاني اللي جاي. صورة ايه دي؟ فيل. صورة ايه؟ فيل. يا ميس ده انا سمعت حرف الفاء متغير. فيل. حرف الفاء جاي من تحته الكسرة. برافو عليكم. في في في. بحرف الفاء لما جه تحت الكسره بقى صوته في في في. طب يلا بينا نكتب حرف الفاء برضه في اول الكلمه. دايره صغنطوطه وفرده ايديها واوعى تنسى النقطه من فوق. طيب والكسره اتفقنا ان هي بتيجي من تحت. برافو عليكم. في في فيل. في في فيل. يلا بعد كده نشوف مين معانا تاني. صورة ايه دي؟ صورة فرشاة. 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 ركز كده حرف الفاء ايه اللي حصل فيه؟ ايوه الضم يا ميس ضميت بقي. فرشاة. فو فو فو. يبقى حرف الفاء جت في راسه الضمه. فو فو فرشاة. يبقى حرف الفاء هيتكتب وعنده ايه؟ الضمه فوق راسه. تاني كي جوان. يبقى حرف الفاء لما جت فوق راسه فتح بقى صوته فاء. فاء. حرف الفاء لما جت تحت الكسره بقى صوته في. في. حرف الفاء لما جت فوق راسه الضمه بقى صوته فو. فو. برافو عليكم يا كيجي. يلا بينا نشوف بعد حرف الفاء. عندي حرف القاف. ركز بقى معايا في حرف القاف. حرف القاف اتفقنا ان هو صوته قوي. قاف. 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 برافو عليكم. يبقى لما هاجي اشوف كل اصحابه لازم برضه يبقوا اقوياء شبهه. قاف. اسمع حرف القاف قوي فيها. بقول صورة ايدي قلم. قلم. مينفعش اقول كلام. لا حرف القاف قوي. قلم. ق ق قلم. ق. ايوه يا ميس انا سمعت حرف القاف وهو ايه؟ مفتوح. ق ق قلم. برافو عليكم. طب يلا بينا نشوف حرف القاف بيتكتب ازاي. برضه يا ميس دايره صغنطوطه وهتفرد ايديها على السطر وعندها كام نقطه افرق ما بينها وما بين حرف الفاء من نقطتين. حرف القاف عنده نقطتين. دايره صغنطوطه وفرده ايديها وعندها ايه؟ نقطتين. احط فوق راسها الفتحه واقول قا 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 قلم قا قلم. بعد كده عندي صوره ايه؟ صوره قطه. ايه ده ركز كده. قطه. قي قي. ايوه يا ميس ده حرف القاف ده تحته ايه؟ كسره. برافو عليكم. قي قي. قطه. برضه دايره صغنطوطه وفرده ايديها وعندها كام نقطه يا كيجي؟ عندها نقطتين. واحط من تحتها ايه؟ الكسره. كوي كوي كويتا. برافو عليكم. طب نشوف الصوره اللي بعد كده. صوره ايه؟ صوره ايه دي يا كيجي؟ لما حد بيتعور بيمسح ايه؟ بيمسح بالقطن. قطن. قطن. كو كو كو. حرف القاف ايه اللي حصل له؟ جه فوق راسه الضمه. برافو عليكم. كو كو قطن. يلا بينا دايره صغنطوطه وفرده ايديها وعندها نقطتين واحط فوق راسها الضمه. يبقى كو قطن. يلا بينا تاني. يبقى حرف القاف لما جه فوق راسه فتحه بقى صوته فا. فا. ننطق صوت حرف القاف وهو قوي. فا. حرف القاف لما جه تحت الكسره بقى صوته قي. قي. حرف القاف لما جه فوق راسه الضمه بقى صوته كو. كو. برافو عليكم. بعد حرف القاف عندي حرف الايه؟ حرف الكاف. حرف الكاف حلو. يقول لي يا ميس انا حرف صوتي رقيق. صوتي ايه؟ رقيق.
اللي بين الكي جي 1 ان حرف كيف اتفقنا ان هو صوته كه 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 رقيق. اتفقنا؟ يلا بينا نشوف مين اصحابه جايين معايا النهارده. اول صوره معايا صوره صوته لا حرف اللام لما جه تحت الكسر بقى صوته